هلا بعد المساج هلا بندخل بالتفصيل منطقة منطقة اللي نعطيكم شو التمارين اللي بتحفز. وأول شيء خلينا نبلش من العينين، من العينين، لأنه العينين مشكلة أساسية. أي واحد معه سكر، أي واحد معه آلام مزمنة، شو اللي بضعف عنده؟ بصير عنده ضعف في الإحساس، بصير في عنده ضعف في النظر. عضلات النظر ما هي كلها عضلات، والعدسات تحت العين كلها بتشتغل على عضلات، يعني عضلات بتنقبض وعضلات بتنبسط. إذا العضلات ضعفة معناته بصير في عنده ضعف في النظر ومشكلة في النظر. هلأ الهدف من هذا المساج اللي عملناه بدكم تسووه المسح في المياه اللي بتعقم وبتحسن، هذا بدكم تسووه للعيون. أنا بحكي بس ضلكم حوالين العيون. هلأ للعيون كمان من الشغلات الغذائية اللي لازم تأكلوها عشان تقوي الأعصاب، أي شيء في الشغلات الصفرة، هذه الخضروات الصفرة اللي هي الجزر، اللي هي القرع، اللي هي لب القرع. ولب القرع كمان ما عندكم فيتامين أوميجا 3، عندكم زنك، هذه الشغلات مطلوبة، بوتاسيوم، ماغنيزيوم، يعني أي شغلة بتشوفوا فيها ماغنيزيوم وفيها بوتاسيوم وفيها زنك وفيها حديد، هاي بدكم تأخذوها. وما شاء الله كل الفواكه وكل الخضروات موجود فيها تقريبا كل هاي المواد، عندكم كل الخضروات الخضراء، كل الصفراء خصوصا للعينين، كلنا الامور هذه. اذا بتاخذوا محل الفواكه، الفواكه الطازجه الموسميه، العصائر الموسميه الفريش، فانتوا بتكونوا اعطيتوا المواد الغذائيه الكافيه. هلا القضيه كيف بدنا نوصل المواد الغذائيه؟ عن طريق طبعا الحركات هاي وتنشيط الدوره الدمويه، يعني فيش مشكلة عنا، بناخد كل المواد والمعادن والفيتامينات، ما احنا في الحمية الغذائية، ما احنا فيش اشطر منا وحريصين على صحتنا. بس يا دكتور باقل وفي عندي نقص، في عندك نقص لانه في عنا مشكلة في الكولون، لانه في عنا في الجهاز الهضمي، لانه في ارتشاح عنا في الامعاء، لانه في كل شيء وغازات وكل البويو اللي عنا في الكولون مسكر. يعني انت هلا بتصيروا تحكوا انت اخذتنا من هون للكولون، ما هو هون بيأثر على هون بشكل رئيسي 50-60% من وضعنا النفسي وحالتنا في دماغنا مسؤول عن هالكولون. فهاي كمان بدكم تاخذوها بعين الاعتبار. بدكم تاكلوا الشربات الساخنة، الشربات الساخنة، شربات الحمام، شربات حمام بري، الحمام اي شيء بري بتحرك معناته اللحوم تاعته افضل شيء. طب كمان بدكم تاخذوا بعين الاعتبار المأكولات اللي بتاكلها الطيور هذه، بس اذا بتكون شغلة برية يعني بتتحرك وبتاكل اكل نظيف، ففي هاي الحالة انتوا بتاخذوا جينات ومواد غذائية وبروتينات ومواد كوليسترول كويس ضروري جدا لعمل بناء الأجهزة كلها والأعصاب والعظام والكولاجين تاع البشرة وتاع العضلات. بدنا بروتينات، فهاي أفضل البروتينات، شوربة الحمام لأنه بتحرك لأنه صحي، وبتضيفوا طبعا عليها كله البصل والثومي والبكدونس والليمون مع الشوربة، ولازم تاخدوها بشكل سخن، بشكل سخن على شكل كأس، في كأس تحطوها كأس كأسين ثلاثة ممكن تشربوا. هذه شغلات بتعمل عملية بناء وتنظيف للكولون لحالها. هذه الشحوم هذه اللي هي مذابة وتذاب وضرورية جدا لعملية الترميم اللي هينا شغالين فيه، يعني احنا شغالين عملية قشط وإفراز وتسريع، وكمان بدنا نرمم شوية عاكلين. هلأ بالنسبة للعينين بدنا نركز طبعا في الضغوطات على المناطق العلوية بالطريقة هذه والمناطق السفلية بالطريقة هذه. هاي هي الطريقة، هاي بدكم تعيدوها أكثر من مرة، بس حركات بسيطة حوالين العينين شوي شوي، هاي بدها شوي شوي. بعدين بدكم تسلكوا المسارب، إذا بدكم تمسكوها من فوق وتصيروا تسحبوا لتحت، مرة كم من مرة سحب، كم من مرة ضغط 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 وتردوا تسحبوا. هذه بتفتح المجارات اللي بتيجي هاي بالزوايا هيك، زي ما هي المجاري اللمفاوية والأوردة والشرايين منتشرة وين ما يكون. وإذا بتشوفوا الأناتومي موجودة عندي، بس هلا بفرجيكم إياها، كل هاي حركات وكلها بتحرك المنطقة هذه. هاي العظام، هاي العضلات اللي جزء من العضلات اللي بتشكل الوجه،
مدام بنحكي عن عضلات، مدام احنا بنحكي عن امكانية زيادة القوة تاعت العضلات وتحسين ادائها، لانه كله بيشتغل على العضلات. شوفوا كيف العضلات يعني ممتلئة، وشكل العضلات في في الوجه كيف جاي، كيف منطقة الحاجبين، كيف منطقة الخدود، هذه العضلات هاي، لأن إحنا في حركات المساعد إحنا قاعدين بنشتغل على العضلات وعلى الأوعية وعلى الجهاز اللمفاوي اللي نحرك وبشكل عميق. هاي شوفوا العضلات بالسطحية، يعني في عضلات طبقات بتيجي، عدة طبقات فوق بعض، يعني مش طبقة واحدة، مئات من العضلات. العضلات شو بدها يا أسادي؟ بدها جهاز دورة دموية، بدها دورة دموية توصل لكل عضلة موجودة في الوجه، وبدها كمان غير الدورة الدموية والشرايين والأوردة بدها جهاز عصبي، بدها أعصاب توصل من منطقة، شايفين المنطقة هذه اللي بقولكم دائما هاي تحت الإذين، كديش منطقة حساسة، كديش فيها شغلات من الأعصاب سواء أو الغدد اللمفاوية أو منطقة يعني مثلث مهم كتير لازم نحركه. تفضلوا يا أسادي، هاي صورة تانية، طلعوا كيف الأعصاب جاي من الرقبة، من الرأس، عند الذنين، كيف بتتركز في المناطق هذه. هاي الأوردة كيف منتشرة في المنطقة هذه، يعني كلها خيوط، كلها خيوط اتصال لتوصيل. شوفوا كيف الأوردة كمان كيف اتصالها كيف تنتشر على المناطق هذه، وهي هاي كلها مناطق سطحية طبعا، كلها يمكن الضغط عليها ويمكن التأثير عليها. شوفوا كيف العضلات عند الفم، منطقة الفم جاي، يعني كل عضلات صغيرة، شايفين كل عضلات صغيرة، وهاي العضلات لازم تتمرن، لازم تتحرك. يعني احنا لما بنحكي عن تجميل، انا ما بحكي لكم عن تجميل بس بنظرة سطحية للجلد. اذا بدكم تحكوا عن علاج بشرة وعن تجميل وعن تكشير بشرة، بدكم تتطلعوا على الجوانب الطبية والاساس قبل ما نحكي عن الشغلات السطحية. يعني قبل ما أنسى أوصل أنا المشوار تاعت الرعاية الجلد والعناية بالجلد، بتبلش عن طريق الكولون. يعني بدك تعمل أول شيء تنظيف للكولون، تنظف. إذا نظفت الكولون، الخطوة الثانية بدك تعمل تيجي من الأساس، هاي المخرج تاع الأعصاب، العصب هو الأساس. إذا العصب مش شغال 100% اللي الأعصاب هذه كلها ال 12 المسؤولة عن الوجه، في هاي الحالة أنا إيش ما سويت في الجلد بصير في عندي تجعدات وكل المشاكل. إذا أنا بحرك من هون، بعالج من هون، بحرك من منطقة صدور العصب، بعدين بشتغل على العضلات اللي تحت الجلد لسه، لأن هي اللي بتتحكم مين اللي بده يعمل لك تجاعيد ومين الجلد. لا، الجلد هو طبقة سطحية بتتأثر كتير في العضلات. إذا العضلات اللي تحت الجلد قويات، فالجلد بنجبد بشكل أسرع وبيروح وبتروح الترهلات. فإحنا ما نخطئ في أنا وجهة نظري هيك، لأنه كل دراستي هيك وكل تدريبي هيك وكل علمي هيك. يعني إحنا بنرجع للأساس، كولون، أعصاب، عضلات، وآخر شيء بنيجي بنفكر فيه الجلد، لأنه خلص مدام إحنا صلحنا الثلاث شغلات هدول، إذا الجلد لازم يكون في عنا نظارة. هاي في عنا كمان، تشوفوا كيف الأمور كلها ماشي هيك بالنسبة للأحاسيس، كيف الأحاسيس بتكون متوزعة، والأعصاب الحسية اللي هي منتشر كتير في منطقة الوجه، والأعصاب الحسية بدها تحفيز حسي، بدها ضغط. شوفوا الغدد اللمفاوية فقط اللي بنحكي لكم عنها كيف توزيعها، هاي العقد اللمفاوية اللي هي محطات لتصفية السوائل الزايدة من جسمكم وضخها للقلب لتصفيتها.
شوفوا كده الجيوب الأنفية كيف منتشرة حوالين المنخار بالداخل كفتحات، في عنا 8 فتحات وكل فتحة من الجيوب الأنفية بتدخل هالهواء. شوفوا كده الاحتقانات اللي ممكن تصير في هذه الغدد. هلأ يعني ممكن عرفنا ليش منا نعمل الحركات هذه ونكررها وشو تأثيرها يعني، بس يعرف ماشي.